شكرا فارس على بعد اكيد نهايه هالمباراه اللي انتهت بفوز لفريق صفا على فريق الراسينج. كوتش وسام يعني صراحة فينا نقول الراسينج كان سيء، يعني فينا نقول كان سيء الحظ بالشوط الثاني، شفناه بالشوط الأول تحرك أكثر وشفنا عنده فرص أكثر كمان، بس بالنهاية الفوتبول أهداف. صفا نجح إنه يخطف بنالتي ومن بعدها كمان عبد أرنس سجل هدف ثاني، رح نرجع نشوف عم نشوف الأهداف على كل حال نحن وياك ونعلق عليها سوا. ضربة الجزاء اللي سددها بنجاح بداية محمد جعفر بالدقيقة 73 من بعد خطأ لأندري، تسديدة كانت حلوة كثير عجز عنها الحارس، ومن بعدها بيخطف اللاعب الكاميروني أرنست الكرة من مدافعي راسينج بيتوغل وبمهارات كثير كبيرة بضيف هدف 2-0 بالدقيقة 82. لاحظوا مرة جديدة كوتش تعليقك على هدف أرنست قبل ما ننتقل لبريك صغير ونتابع من بعد. يعني بالفوتبول أول شيء بحب أقول مبروك لصفا. بالنسبة لسؤالك عن فريق الراسينج، ما أعطى بالشوط الثاني ربع ساعة الأخيرة اللي أعطاها بالشوط الأول. الفوتبول دايما لازم أنت ممكن تخلق فرصك لحتى تسجل أكثر من خصمك وتربح بالمباراة، وأوقات بهيك ماتش بيدعي لأنك تستفيد من أخطاء خصمك حتى تسجل، وهذا الشيء اللي صار مع الصفا اللي بالحالتين استفاد من أخطاء خصمه لحتى يجير الماتش لإله. رح نتابع حديثنا مع كوتش بالوقت ما ننتقل لوقفة صغيرة مشاهدينا، بريك صغير نرجع من بعد نتابع بالستوديو وننتقل كمان نرجع للملعب مع الزميل شرب الكريم.